أول شيء رمضان كريم. إحنا اليوم بازار بربيعان على قرية أبو البصرة. هنا عندنا بوفين كشكين، الكشك الأول مو دائم عندنا، إحنا بس نسوي على مدة فعالية نصرة لأهلنا في غزة، وحتى نذكر بأهمية القضية ونجمع تبرعات. كل أرباحنا بهذا الكشك والكشك الثاني راح تروح لأهلنا بغزة بإذن الله. وعندنا طريقة عن طريق وسيط نقدر نوصلها لداخل غزة، يعني دفعات مالية وتوصل، يعني نجربها أكثر من مرة. هنا أنا طبعا عندنا توت باك كلها عن القضية الفلسطينية، بها شعارات، بها خرائط، بها أعلام. عندنا أيضا ملصقات تذكر بأهمية المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال، وطبعا لازم دائما ندعم المنتج الوطني. أول شيء مساء الخير، رمضان كريم عليكم وعساكم من عواده. الأجواء وايد لطيفة اليوم، أهلنا البصرة مستانسين هاي الأجواء، أجواء قرقيعان، وانتم ما شاء الله قاعدين تشوفون هذه موسم سابع. طبعا الاجواء مو بس للبصره، الاجواء كل العراقيين قاعد يشوفون ما شاء الله جايين للبصره، ويجون على قطع وعلى فراش. اخونا شلون شوف الاجواء؟ والله اجواء جميله ان شاء الله. الاجواء جميله يقول عمري، حياكم الله ولد بلد. بازار قرقيعان نسخته السابعه في مدينه البصره، اقام هذه السنه على مدينه اضواء البصره التي تتمثل بجميع معالم العراق، منها الفقرات تضمن المهرجان العديد من الفقرات العلمية والثقافية والتراثية. نلاحظ إقبال العديد من العوائل العراقية والبصرية من مختلف المحافظات، حيث شاركت الفرق البابلية والموصلية والكردية والفرق البغدادية لإحياء التراث، تراث العراق وتراث البصرة. الأجواء جميلة جدا وممتعة، حيث نلاحظ إقبال كثير من قبل العوائل.